السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي القنوات الرياضية أينما كنتم في برنامجكم اليومي الملعب، والذي من خلاله نطارد ونرصد أهم وأبرز الأخبار والقضايا الرياضية. والانطلاقة مع العناوين. ثلاثة وعشرون فريقا مشاركا في دوري أبطال آسيا مع انطلاقة 2014. يونيو القادم موعدا أخيرا للتقدم بطلب استضافة كأس آسيا 2019. والاتحاد الآسيوي يلغي شرط الانسحاب للمتنافسين على الرئاسة. الأهلي يواصل سطوعه الآسيوي ويتغلب على النصر الإماراتي. والعمدة يتوهج آسيويا ويقود الأهلي للانتصار الثاني. الزعيم يصالح جماهيره بفوز مستحق على الريان القطري. وياسر يتألق آسيويا ويساهم في عودة الزعيم. الدوسري رسالتي للإعلام المغرض نامو. ويضيف سنستمر في بيع اللاعبين إذا لم نجد راعي. ومن العناوين إلى مزيد من التفاصيل مع ضيوف حلقة برنامج الملعب الذي أتشرف حقيقة بهم كثيرا، الكابتن والنجم الرياضي السابق الكابتن محمد السويلم، حياك الله. الله يحييك أخو محمد، سعيد بالتواجد معك، مسي عليك بالخير، وأيضا أشكركم على حقيقة أنه أوجدتوني مع شخصية غالية علي، أبو خالد السهلي، من الناس اللي اعتزيت وشرفت، وايضا كان لي تواصل معهم دائم مستمر في نادي التعاون في القسم الاعلامي مميز. اشكركم بامانه مره ثانيه لتواجدي مع هذا الضيف العزيز جدا لي، واتمنى بامانه ان نقدم ما يرضي ويتوافق مع ثقافه المتلقي اللي فعلا يملك قدر كبير جدا من الوعي والثقافه، يحرجنا دائما من الطرح لانه يملك اكثر مما نملك. نعم، ايضا نرحب بالاعلامي الرياضي غالب السلي، حياك الله. حياك الله، اهلا بك وشرف لنا الحقيقه. يمكن استاذ محمد تاريخ صراحه، يعني هو مو بس عشان نادي التعاون بالذات، بالعكس حتى البريده، يعني بريده كله كل احترام وتقدير. نعم. انتم من بدايه الحلقه بديتوا تتباصون. هي الونتو دائما، الكبر البينيه ترى جيده يعني.